طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. نحن ساكنة دهر قنفود زنقة 50. هذا الجار ديالنا كنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى ما الذي حصل لنا وما الذي سيقع لنا في المستقبل بسببه. هذا الجار تعدى علينا بزاف. نحن تواصلنا مع خلال 48 ساعة، كنقولوا أجي غير نتحاور معك، أجي غير نهضر معك، أجي غير الجماعة يسمعوا منك، أجي غير تواصل معنا. كيقول لك أنا بعيد، أنا ما كاينش، أنا الشغل ديالي الدار، ما عندي ما نديركم. نحن متضررين وعندنا أناس كبار في السن، ناس فيهم أمراض متعددة، أمراض مزمنة، كنعانيو قبل ما يجي هذا الوقت ديال الساتيليت، قبل ما تجي. فنحن كنناشدوا السلطات وكنناشدوا الأمن وكنناشدوا كل المتدخلين، سواء الصحافة سواء الإعلاميين سواء كل الذين لهم دخل في هذا الباب، نسألهم ونرجوهم أن يتواصلوا معنا وأن يحلوا هذه القضية. كما نعاني من هذه المقهى، فقد عانينا لأنه لم يستشرنا إطلاقا، لم نسمع منه إطلاقا ولو كلمة واحدة. فبإذا هذه القهوة نعاني منها في الرصيف، نعاني منها لكونها فيها المخدرات، نعاني منها من أشياء خبيثة. فنرجو من هذا الرجل أن يعود إلى صوابه. أنا سميتي بلال، واحد من هاد ساكنة دهر قنفود. هاد السيد تعدى علينا، حنا قهوة هنايا بدون استشارة، ما خبرنا ما والو. قال بأن راه يعمل باتيسري 3 شهور هو كيحفر تحت الأرض وكيعدل السدة ديالو، وفي الاخر كنتفاجئوا بان راه عمل قهوه. وليداتنا عندنا مراتين فيهم الحساسيه، فتح قهوه على جوج فرشادات الزنقه، دار 4 متر بيننا وبينه في الزنقه، نسمه ديال الكارو ومخدرات والشباب كيبقاو يلعبوا بارتي وصداع، والهضره يعني مخسره كنسمعوها فوق الطابله مع خوتنا ومع الوالدين ديالنا، وحنا عندنا الوليدات صغارين. في الاخر كنتفاجئوا بالمفاجاه الكبيره بان راه عمل ريزو في السطح. جاو في 3 د الليل عملوا لنا ريزو في السطح في الصباح. ملي صباح الصباح عيطنا له، قال لك اسيدي الدار ديالي وانا حر فيها، وانتوما جريوا طوالكم وعملوا اللي بغيتوا. دابا حنا كنناشدوا السلطات، منهم السيد الوالي، منهم السيد الباشا، منهم سعاده القائد، ولا من السلطات من الصغير حتى الكبير، يوقفوا معنا قبل ما توقعنا شي حاجه اللي ماشي هي. هذاك هنايا راه الناس هنايا خاسره على راسها، عملت السكنه ديالها، عملت الديور ديالهم، حتى كيتفاجئوا بالريزو فوق السطح. دابا الله يرحم الوالدين يشوفوا لنا شي حل. اكيد بالنسبه هذه المنطقه دار قنفود اللي احنا من بين الساكنه ديال الحومه، بالنسبه للناس اللي ساكنين هنايا تفاجئوا الصبيحه د البارح بانهم كيتلاقاو لاقيت الكهرباء ديال الريزو اللي كيتوجد امامنا هنايا. بالنسبه للناس من اللي فاقوا لقاو هذا الريزو هنايا بعد ما كانوا لقاو مشاكل مع هذه المقاهي اللي ما كتسد لها واحد الوقيته في الليل، اللي كانوا الناس شحال من مره كيديروا شكايات ضدها. ومن بعد ملي جا هذا الريزو هذا اللي كنعرفوا كاملين الاسباب والامراض اللي كيسبب لهم الامراض السرطانيه، وخصوصا الناس هنايا الكبار اللي ديجا مراتين اصلا بامراض، وهذا الشيء كنعرفوا بان كيأثر على النساء الحوامل وعلى الرجال اللي هما وعلى الشيوخ اللي هما في السن الكبيره بزاف. وهنا كنناشدوا السلطات المحليه والسيد القايد وكذلك السيد والي جهه طنجه تطوان الحسيمه اللي كنناشدوه باش يتدخل في هذا اللاقط الكهربائي، لان لو كانت شي حاجه قانونيه راه ما غاديش يجي يعدلوها وسط الليل وثلاثه د الليل. لو كانت قانونيه وكان طالبوا حتى الجهات المعنيه اللي عطات الرخصه لمثل هذا اللاقط الكهربائي اللي ما غاديش يرجع الا بالضرر والامراض وبالمشاكل على هذه العائلات هذو وعلى هذه الساكنه هذو، خصوصا باقتضاد الساكنه اللي ربما اي سكنه هنا كتلقى فيها 4 العائلات حتى 5 العائلات. وكنناشدوا السلطات باش تدخل وتدير الحل لهذا الشيء.